اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم اسرار حياه. مين فينا ما بيشتكيش من معدته؟ مين فينا ما عندوش مشاكل مع حد قريبه في معدته؟ معظمنا بقى عندنا القولون العصبي. في مرض جديد منتشر هو جرثومه المعده. هل جرثومه المعده دي معديه؟ هل هي بتتعالج في قد ايه؟ ده كله هنعرفه مع الدكتور وليد السعيد. اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ايه يا دكتور مشكله جرثومه المعده دي؟ بتعمل ايه وانتشرت كتير وايه اعراضها؟ يعني هي بتعمل ايه؟ ما بتيجي بنحس بايه؟ بص، هي جرثومه المعده يعني موجوده من قديم الازل، ونسبه انتشارها وسط الناس وصلت فوق 50%. يعني كل 10 وسط الناس 5 عندهم جرثومه المعده. هي باختصار نوع من انواع البكتيريا، سميها احنا الجرثومه العصويه، مخروطيه الشكل، عشان كده احنا حتى بنسميها بالعاميه جرثومه الحلزونيه. وده بيسهل جدا اختراقها لجدار المعده وانها تعيش جوه جدار المعده. تمام. وسبحان الله عندها من القوه انها تحمي نفسها من حمض المعده اللي يعتبر من حاجات الفتاكه في المعده. اللي بتساعد على الهضم، انها بتفرز بعض المواد او تفاعلات تنتج مواد حواليها قلويه كده بتحمي نفسها من حمض المعده، وتقدر تعيش باقل نسبه اكسجين يوصل لها، ودي النسبه اللي بتوصل للمعده. جرثومه المعده بتتنقل عن طريق افرازات المعده ببساطه شديده جدا. فظات المعده دي الاشهر طبعا هو اللعاب. فلو انا اكلت مع طبق مع شخص مصاب، او استعملت ادوات شخص مصاب اثناء الاكل اتعدي، لو شخص مصاب ده هو اللي بيعمل لي الاكل زي المطاعم او مع افرازات المعده او اللعاب الرذاذ يتطاير على الاكل اتعدي. لو كمان افرازات المعده الثانيه اللي هي الحمام، لو الحمام مش نظيف او ادوات نظافه الحمام او تنظيف الحمام او غسيل اليدين فيه مشكله، كل دي وسائل العدوى اللي بتتنقل. طبعا اخرها المصافحه زياده شويه، يعني التقبيل اللي عندنا عادي خالص ده ممكن يؤدي لنقل جرثومه المعده. تمام. استاذ وليد، احنا جات لنا كتير اسئله على الصفحات الشخصيه بتاعتنا، وجات لنا اسئله كتير على صفحه البرنامج لما طبعا اعلنا ان حضرتك جاي معانا، فلقينا معظم الناس عماله بتشتكي من اعراض المعده. اصبحت اعراض المعده وارتجاع المريء وجرثومه المعده الحاجات ديت اصبحت منتشره جدا بين الناس، فالناس كلها عماله تشتكي من معدتها. هل كل واحد بيشتكي من معدته يبقى كده معاه ارتجاع مريء؟ لا. ايه الاعراض بقى بتاعته؟ بص، ارتجاع المريء ده ببساطه شديده جدا انا عندي ما بين المريء وما بين المعده اثناء عمليه الاكل الطبيعي صمام. صمام عضلي اللي احنا بنسميها بالعاميه بوابه المعده. تمام. دي بتسمح ان الاكل اثناء ما ياكل ينزل من المريء للمعده، واثناء امتلاء المعده يمنع ان الاكل يرتد من المعده للمريء. تمام. مشكله ارتجاع المريء ان العضله دي او الصمام العضلي ده بيبقى فيه ضعف، فبيؤدي لارتجاع الحمض المعدي. حلو للمريء. جدا. تمام. وينتج عنده بقى بدايه الاعراض. نتيجه لارتجاع الحمض للمريء الحموضه الدايمه او الالام اللي في الصدر اللي في صوره حرقان، الغثيان، القيء، صعوبه اثناء البلع، لوصول الحمض لمنطقه الحنجره، هيبقى سوء رائحه الفم، والتهاب دائم في الحنجره واللثه والاسنان. الحاجات دي بتبقى ظاهره. الكحه بالظبط. بتبقى ظاهره يعني. ممكن توصل للكحه والسعال المستمر. طب في برضه ايه رايك يا دكتور، الناس ما يقول مثلا ده نزله معويه؟ يعني انا شخصيا لو الاعراض دي ظهرت على ابني ولا حاجه هقول دي نزله معويه. لا، نزله معويه مختلفه، او الالتهاب المعوي مختلف، لانه يعني بيصاحب دايما معاه الام في البطن بصوره مختلفه. تمام. غير الام الصدر، وبيصاحب دايما معاه اسهال او تعنيه زي ما بنقول بالعاميه، صعوبه اثناء التبرز او اسهال دائم. تمام. غير اعراض ارتجاع المريء اللي هي في الجزء العلوي خالص. طب ازاي يا دكتور اتفادى اعراض ارتجاع المريء، او ان انا ما يبقاش عندي ارتجاع مريء اصلا؟ بص، ارتجاع المريء ليه حاجات خطوره او حاجات تزود ان يحصل ارتجاع مريء، وليه حاجات مثيره ليه او تهيجه. من اول التدخين للسمن او زياده الوزن، لبعض الادويه اللي احنا ممكن نكون بناخدها بصوره عاديه جدا تؤدي لزياده افرازات حمض المعده زي المسكنات عمال على بطال، او زي ليها اضرار طبعا، وزي كمان الادويه اللي بتاثر على الصمام اللي احنا اتكلمنا عليه كتير ده، زي ادويه منع الحمل الدارجه اللي كل الستات بتاخدها كوسيله، ممكن تعمل ارتجاع مريء، تعمل ضعف في الصمام العضلي فيؤدي لارتجاع مريء، ويبقى المشكله عندها كلها في الادويه. لنوعيه الاكل بقى بناكلها، الاكل الدسم والاكل السبايسي والكافيين والشوكولاته كيد. والحاجات المشروبات الغازيه، كل الحاجات دي بتؤدي لضعف الصمام ده وزياده افرازات الحمض. يعني قصدي حضرتك ان دي بتبقى التهاب، يعني ده بيبقى ناتج عن التهاب في جدار المعده، فبيعمل كده ارتجاع مريء. بالظبط، هو زي اثاره للمعده فالحمض بيزيد، وضعف في العضله فالحمض يطلع من مكانه الطبيعي يروح لمكان تاني اللي هو المريء. طيب. فيبتدي يحصل التهاب
واللي يتحول بعد كده لالتهاب مزمن. طيب ممكن مريض ارتجاع المريء دوت يتعالج؟ احنا ربنا قال لكل داء دواء. بالظبط. فهل المرض ده ممكن يتعالج؟ ممكن يتعالج. اولا هدف من ارتجاع المريء كله ان انت تتجنب الحاجات اللي ادت لارتجاع المريء اللي احنا قلنا عليها، من اول الحاجات الخطوره زي زياده الوزن والتدخين ولخبطه الاكل وانواع الاكل دي لغايه الادويه اللي ممكن تكون تسبب كده، ونتبع حميه معينه، اكل معين مخالف للقصه دي، وبعض التعليمات ان انا ما ينفعش اكل وانام، يبقى بين وجبه العشاء او النوم 3 ساعات. تمام. ما ينفعش اكل وجبتي او الاكل اللي قبل النوم يبقى الوجبه كبيره خالص. ما ينفعش. في ناس فعلا متعوده اني قبل النوم لازم تدبها يا زلمه كده. ما ينفعش بقى اليوم كله صايم صايم وراجع قلت انا تعبان من الشغل هاكل اكل كبير خالص وانام، كل ده ما ينفعش. ولازم لازم لازم احاول ان انا شويه المخده او السرير نايم عليه يبقى عالي من ناحيه الظهر، ما يبقاش نايم فلات عشان الدنيا تتحسن شويه. تمام. غير كده ببتدي علاج دوائي وبديله الفرصه لغايه ما الصمام اللي حصل فيه ضعف ده يرجع لقوته يتظبط خلاص، والحمض بتاع المعده يهدى شويه. تمام. بس لو لا قدر الله الوضع طول احنا ساعتها بيبقى في اسباب ثانيه بقى بنحب نبحث عنها. زي لا قدر الله فتق الحجاب الحاجز، وده بيبان عن طريق الاشعات او المنظار. بتبقى كارثه الفتق ده، بيبقى حسب درجته. وفي بعض الفتق في الحجاب الحاجز بيبقى بسيط يبقى علاجه دوائي بس مش اكتر. تمام. في بعض الحاجات بيحتاج تدخل بالمنظار او التدخل الجراحي حسب درجه الفتق وحسب استجابته للعلاج. تمام. بالنسبه دكتور للقولون العصبي، القولون العصبي ده ايه اسبابه؟ هو بقى عند كتير قوي من الناس. بصي قولون عصبي او متلازمه القولون المتهيج ده شويه خلل وظيفي في القولون خلاص. تمام. باستثناء الجزء العضوي، يعني هو مش حاجه عضويه، مش انا عندي مثلا مرض في القولون اقول ان انا عندي مثلا ديدان او التهاب او عدوى او او او، لا دي حاجه ايه غير عضويه، حاجه نفسيه. تمام. واسبابه كتير خالص بس هو ملوش سبب محدد. من اهم العوامل اللي فيه العامل النفسي او الجزء العصبي، عشان كده هو دايما بيقعد فتره طويله وبيتكرر معانا باستمرار. يهدى ويروح يهدى ويروح. تاني حاجه الاجهاد والقلق، لخبطه الاكل زي البقوليات والاكل الدسم ومنتجات الالبان بالذات اللي عندهم حساسيه. تمام. كل الحاجات دي تستثيره. التدخين، ان انا نفس القصه اكل وجبه كبيره مش وجبات صغيره متقطعه، لا اقعد كله صايم واقعد وجبه كبيره، كل الحاجات دي تسير وانام وخلاص كده المعده مش هتستحمل. يعني اكل كتير وبعد كده ما اكلش خالص. بالظبط. اقعد ما اكلش واكل مره واحده وجبه كبيره خالص فيعمل لي عمليه العصر. عدم انتظام الاكل هو اللي بيعمل كده يعني. بالظبط. طيب دكتور انا مثلا انا عصبيه ماشي، يعني في اي حاجه اخد اي حاجه على اعصابي، هل معنى ان انا عصبيه يبقى معنى ذلك ان انا هبقى عندي القولون العصبي؟ لا مش في ناس بترتبط الموضوع ده بالعصبيه. كل شخص عصبي عنده قولون او عنده مشكله او اصلا او اضطراب في القولون. تمام. بس العصبيه من الحاجات اللي بتثير القولون، فعشان كده دايما الشخص العصبي نحاول نقول له نحاول شويه ما نتعصبش عمال على طول، يعني مش كل حاجه نتعصب عليها. ونساعده ان انا ما يبقاش عصبي وكمان ملخبط في الاكل او نظام الاكل او نوعيه الاكل، فكل ده يبقى لود على القولون. فاحنا بقدر المستطاع احيانا ما نعرفش نتحكم في العصبيه، طبيعه شغلنا، طبيعه امتحانات، ضغط عصبي. اكيد. بس ما ينفعش ابقى كده. بيبقى جامد. بالظبط. واقول ان انا كمان الخبط في اكلي ونوعيه اكلي وي 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 واخد حاجات تاذي القولون، لا لازم ابقى شويه حريص على نفسي. يعني اكتر حضرتك يا دكتور بتمشيه على نظام اكتر. بالزبط. من ان هو بياخد علاج. بالظبط، لان العلاج مش هنستمر عليه طول عمرنا. تمام. فبيستمر دايما على حمية. اكيد ليه اضرار برضه للعلاج. خلاص. وبنستمر على العلاج لما شويه الوضع يسوء عن ايه؟ عن الطبيعي. تمام. في برضه اعراض للقولون العصبي. بالظبط. يعني في واحده كلمتني امبارح قالت لي والله يا استاذه هند انا لما عرفت ان انتوا القولون الدكتور اتكلم عن القولون العصبي انا في اعراض بتجيلي، ببقى جنبي دوت تعبان زي مغص شديد، بحس ان انا برضه عايزه ارجع. فقلت لها والله انا مش هتكلم في الموضوع دوت. فايه هي عايزين نعرف الاعراض بتاعه القولون العصبي؟ بص حضرتك الاعراض القولون العصبي كتير. خلاص. اشهرها ان بيبقى في الام في البطن في صوره دايما انتفاخ. خلاص. ودايما الاغلب بيبقى الام البطن المصاحب ليه الغازات والريح والتجشؤ نتيجه لزياده الايه الغازات في ايه في الجهاز الهضمي. الاغلب بيبقى معاهم امساك مزمن. والاقل شويه بيبقى معاهم اسهال، والبعض بيبقى معاهم اسهال بالتناوب مع الامساك. تمام. كل ده ما يقلناش. في بعض العلامات اللي لو ابتدت تظهر في عيان القولون العصبي ابتدي اقول له لا خد بالك القولون ما بقاش عصبي، نقلق شويه. زي نقص الوزن غير مفسر، او زي الانيميا الغير مفسره، او زي الـ 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 الدم اللي في البراز ايا كان المرئي، يعني العين شايفه اثناء التبرز، او المخفي اللي بيبان في التحاليل، او لو العين كبير في السن، او العيان اديله فتره طويله بياخد علاج للقولون العصبي وما بيستجيبش. كل الحاجات دي تقول لي خد بالك القولون ده
ممكن ما يكونش عصبي. ساعتها بنعمل فحوصات اكتر في صوره اشعاعات او مناظير نطمن على قولون. يعني ما بيبقاش تشخيص بس بالزبط. حضرتك بتتدخل بالاجهزه كمان بالظبط، هي تشخيصيه بس بالاشعاعات او المنظار عشان نبص على القولون طبيعته عامل ايه. تمام. خاصه لو المريض دوت في عيلته او في تاريخ مرضي في العائله ان في لا قدر الله اورام في القولون. تمام. طبعا لازم ساعتها لازم نعمل فحص. تمام. ايه النصايح يا دكتور اللي حضرتك تقدمها لمريض قولون العصبي؟ النصايح الحاجات اللي احنا قلنا ان هي بتثير القولون العصبي ان احنا نتجنبها. على راسها طبعا طبيعه الاكل. الحاجات الدهنيه والحاجات الشطه والبقوليات زي الفول والطعميه وخلافه. الكافيين، التدخين، الاجهاد العصبي، الاجهاد البدني، قله النوم، اضطراب النوم، كل الحاجات دي كلها. وبننصحه ان هو يبتدي يزود الحاجات اللي تساعد الهضم او الحاجات الصحيه. تمام. زي ايه؟ زي الاكل الغني بالالياف، الخضار الطازه، السلطه او ايا كان شوربه الخضار، الفاكهه الطازه، السوائل على راسها الميه ومقفيتها عشان بتساعد عمليه الهضم، والعصاير الطازه. بالنسبه للكافيين يا دكتور، الناس بتشرب كافيين كتير وعندها بتشرب طول الوقت شاي وقهوه لا الكافيين كله. الكافيين على قد يعني بالكميه قليله مفيد في بعض الامراض او تجنب بعض الامراض، لكن هو كثرته مؤذي للجهاز الهضمي. من اول مشكله ارتجاع مريء وتاثيره على الصمام اللي سبب مشكله ارتجاع مريء، لغايه التهابات المعده، لغايه القولون العصبي، كل شويه كافيين كثرته مش كويسه جدا. عشان كده دايما ننصح ان يتلو كافيين يبقى كميه قليله قوي في اليوم ومش وانت تعبان. تمام. في برضو يا دكتور حاجه، انا معلش بس بسال الاسئله ديت لان هي بالفعل اتسالت مننا. في ولد كان بيروح المدرسه عادي، وفجاه كل ما يروح المدرسه يرجع، كل ما يروح المدرسه يرجع، يقعد في البيت ما يرجعش. لما مامته ودته للدكتور راح قال لها ده انت عنده ارتجاع مريء، وادها فعلا دواء ارتجاع مريء، وللاسف ما طلعش عنده ارتجاع مريء. بتقول لي انا فسرتها كولي امر ان هو خوف من المدرسه، هل ده صح ولا ايه؟ بصي، ان ارتجاع المريء يحصل نتيجه لحاجه نفسيه او حاجه خلل عصبي او نفسي، ده وارد طبعا، لان احنا اتكلمنا ان ارتجاع المريء هو هدفه كله ان في عضله انقباضها هو اللي بيحمي ان الحمض او الاكل يرتد من المعده للمريء. فمن الحاجات اللي بتاثر على حركيه العضله دي ان الجزء العصبي او النفسي، ان يبقى في اضطراب نفسي وعدم ارتباطه بالمكان. ما هو لو جزء عضوي يبقى مش طبيعي ان هو في المدرسه بس يتعب بالظبط، وخارج المدرسه او في الاجازه ما يتعبش، لا يبقى نرجع نشوف بقى هو ايه اللي مضايقه في المدرسه يؤدي للقصه دي. يبقى عامل نفسي اكتر. عامل نفسي اكتر يعني كمان مع برضو التعليمات اللي احنا قلنا عليها في اكلنا، في شربنا، في نومنا، في ان احنا ما ناكلش وننام، كل التعليمات دي. اكيد اكيد. تمام يا دكتور. طب بالنسبه بقى نرجع تاني لجرثومه المعده، هو احنا ازاي نتفاداها؟ يعني ما نخليهاش تيجي غير ان هي من العدوى. هي اصلا بتيجي ازاي؟ يعني انا دلوقتي ما بتعاملش مع حد عنده جرثومه معده، بس هي هتيجي لي، جات لي منين او ايه اسبابها اللي تخليها تجي لي؟ بص، احنا كنا في النقطه ديت ان جرثومه المعده ديت بتيجي نتيجه لافرازات المعده، يا اما عن طريق الفم يا اما عن طريق البراز. فالفم اكتر حاجه ان انا اتناول الاكل مع شخص مصاب، او ان انا استعمل ادوات الطعام بتاع شخص مصاب. جميل. او عن طريق ان الشخص المصاب هو اللي بيكون بيعمل الاكل، او المصافحه الزايده شويه عن اللزوم اللي توصل للاحضان والتطبيق. احنا عندنا صور بتتعرض على الشاشه لو حضرتك تعقب عليها. تمام. ما هو دي جرثومه حزنيه اللي هي جرثومه المعده وطرق انتقالها. هدفها كله من جرثومه المعده ان انت تتجنب، ان انت تتجنب شويه اللي احنا طرق العدوى اللي احنا اتكلمنا فيها، زي برضو نظافه الايدين والحمام و و تمام. جرثومه المعده مشكلتها شويه ان هي ممكن ما تبانيش باعراض، يعني مش كل شخص عنده جرثومه المعده عنده اعراض. فده ممكن شويه يخليها الواحد ما يشخصهاش، لكن اغلبيه الناس اللي بيشتكوا من معدتهم عندهم جرثومه المعده. تمام. خلاص، ايا كان قرحه او اورام او التهاب مزمن او او او. معانا اتصال لحضرتك يا دكتور. الدكتوره استاذه داليا. مساء النور، اهلا بيكي. الو. الو. يا استاذه داليا، ازاي حضرتك يا دكتور؟ تمام الحمد لله. انا بقالي اسبوعين او اكتر عندي حموضه ومراره في الحلق، ولما رحت للدكتور هو شخصني ارتجاع مريء وقال لي ان انا المفروض اعمل منظار معده، وانا مقلقه جدا من موضوع المنظار بصراحه. تمام. حضرتك كام سنه؟ 35 سنه. كنا بناخد اي علاج؟ هو انا يعني بقالي اسبوعين باخد قرص مناعة الحمل. تمام. وأول مرة تاخديها؟ أول مرة، وبعدها بكام يوم كده بدأت أحس بالحموضة والمرارة. تمام. إحنا عملنا أي فحوصات أو منظار قبل كده؟
لا لا لا، أول ما مرة عملناش. فعشان كده خايفة أعمل. تمام، انت دي كده بتاخدي علاج اتجاه المريء. لا أنا ما أخدتوش غير هما كام يوم ووقفت، لأن أنا ما حسيتش بأي نتيجة خالص. تمام، طيب هنرد على حضرتك. طيب احنا دلوقتي أوكي، عندنا شكرا مشكلة، شكرا شكرا لحضرتك. جزيلا، عندنا مشكلة ارتجاع المريء النتيجة لسبب ان احنا خدنا شوية رأس ملء الحمل. رأس ملء الحمل عيبها ان هي بتعمل زي ضعف في العضلة او العاصرة او الصمام اللي احنا اتكلمنا عليه اللي بيؤدي لارتجاع المريء. في حالة زي كده احنا بنمشي على حمية غذائية احنا اتفقنا عليها، وبناخد علاج لارتجاع المريء تمام. خلاص، وممكن نكمل على رأس ملء الحمل ونكمل علاج ارتجاع المريء لغاية 6 أسابيع. حلو. في تحسن خلاص الحمد لله، بنبتدي نكمل بس على الحمية ونبتدي نوقف العلاجات. ما فيش تحسن احنا بنوقف بقى خلاص رأس ملء الحمل ونلجأ لوسيلة أخرى بالتشاور مع دكتور النساء تمام. غير الإقراص، ونشوف ساعتها الاستجابة للعلاج عاملة إيه. الاستجابة كويسة خلاص الحمد لله، يبقى الارتجاع ابتدى يهدى وبنمشي على الحمية الغذائية. ما فيش استجابة بنعمل منظار، لكن احنا نستعجل استشفاء في بقى عمليه داخلي. المنظار ما بنستعجلش. يعني لازم أستاذة داليا تفضل ماشية شوية على تكمل على العلاج مع العلاج. الحميه الغذائيه ونشوف خلال 6 أسابيع بقينا طبيعيين، بنوقف العلاج. الموضوع رجع تاني، بنوقف رأس ملء الحمل ونشوف وسيله تانيه تمام وتحسننا من العلاج. خلاص ما تحسناش هنعمل المنظار بقى ساعتها. تمام يا دكتور. طب انا دلوقتي عايزه اعرف ايه هي مضاعفات جرثومه المعده، وهل هي فعلا جرثومه في المعده؟ هي نوع من انواع البكتيريا خلاص، زي ما اتكلمنا هي ما بتتشافش بالعين المجرده طبعا زي البكتيريا والفيروسات. خلاص بتتغلغل جوه جدار المعده عشان هي شويه شكلها مخروطي الشكل كده وبتعيش جواه. مشكله جرثومه المعده ان هي بتعمل التهاب مزمن في جدار المعده اللي قد يصل في بعض المرضى لقرحه المعده او لا قدر الله اورام المعده. في ناس ما بتقدرش تاكل اصلا يا دكتور من كتر بالظبط الوجع. معانا بالظبط. اتصال، معانا اتصال. استاذ محمد، الو. ايوه الو الو استاذ محمد، اهلا بحضرتك دكتور. اتفضل الدكتور. اتفضل يا دكتور مع حضرتك. اهلا وسهلا دكتور، بعد اذن حضرتك. انا اتعالجت كذا مره قبل كده من الجرثومه، وكل ما اعمل تحليل يطلع ايجابي. تمام، حضرتك اتشخصت بناء على تحليل ايه حضرتك يا انا عملت تحليل دم وطلع كان ايجابي. تحليل دم وخدت علاج فعلا. وبعد كده عملت المتابعة بناء على تحليل ايه؟ مظبوط، تحليل دم برضو دم برضه. ما نفس عملناش تحليل النتيجة طلعت براز، ايجابي. ما عملناش تحليل براز او نفس او حاجة، لا للأسف. ما عملناش. طيب زوجة حضرتك عملت اي فحوصات تخص الجرثومة؟ لا لا، هي الحمد لله مش بتشتكي من اي حاجة يعني. تمام، طيب دي نقطة مهمة جدا. ماشي، طيب شكرا استاذ محمد. شكرا جزيلا. بص احنا هنتكلم على قصتين، ان احنا ازاي نشخص الجرثومة وازاي نتابعها. احنا عندنا 4 أنواع تحليل اللي بنشخص بيها الجرثومة. تمام. تحليل الدم خلاص، وده ميزته ان هو بيشخص لأول مرة وما بيتأثرش بأي عوامل، يعني لو باخد علاجات ما يتأثرش. تمام. بس هو مشكلة تحليل الدم انه ما ينفعش في المتابعة، لأن أجسام مضادة اختفائها من الدم بيختلف من شخص لشخص. أنا ممكن أبقى خفيف خفيت بس لسه أجسام مضادة موجودة في الدم، فدايما بنحب بالتشخيص الأولاني ممكن تحليل الدم، لكن المتابعة ما ينفعش. ودي الغلطة اللي وقعت مع الأستاذ محمد خلاص، ان هو تشخص بتحليل الدم وتتابع بتحليل الدم. في المتابعة احنا بنفضل تحليل براز او تحليل النفس او تحليل عينة من المعدة، بس دي في حالة ان العيان محتاج منظار. تمام. فبنفضل عينة النفس او البراز. النقطة التانية ان هو اقول ان الزوجة ما عملتش تحليل، ودي مشكلة. ما انا كنت لسه اسأل حضرتك، هي ممكن تتعدي؟ احنا قلنا ان هو بيجي عن طريق ان انا باكل مع شخص مصاب، او ان انا المصافحة مع شخص مصاب عن قرب شوية. فده وارد، وارد يكون هي عندها ومفيش اعراض خالص، يكون هو بياخد علاج وبيتحسن وبيرجع تجيله تاني وهكذا وهكذا. ففي هذه الحالة لازم لازم هي نبدأ تعمل عليها. التحليل عشان لو عندها ايجابي، وده في الغالب بتتعالج. تمام. معنا استاذة حنان، الو. مساء الخير. مساء النور يا استاذة حنان. لو سمحت يا دكتور، كنت عايز اسال. اتفضل. انا عندي وزن زايد شويه، واتبعت انظمه كتير جدا، ويعني النتيجه تكاد تكون معدومه. وطبيعه شغلي يعني ما عنديش وقت ان انا اروح جيم او اعمل رياضه او اي حاجه. فسمعت عن بطاطس معده، كذا حد قال لي عليه ان هو كويس وكده، وانا خايفه اعمل اي جراحه، فكنت عايزه اعرف راي حضرتك في المعده. حضرتك كام سنة؟ 32. 32 سنة. طب وزن حضرتك وطول حضرتك تقريبا قد ايه؟ الوزن 95 تمام، والطول تقريبا 166. تمام. هل في اي امراض او مشاكل في الجهاز الهضمي كنت بتعاني منها؟ لا لا الحمد لله. طب الحمد لله. هل في اي امراض اخرى؟ لا تمام الحمد لله.
تمام. طيب احنا هنتكلم باختصار عن بالونه. شكرا دي جزيلا. شكرا جزيلا. عن بالونه المعده. هي بالونه المعده هي من الحلول السهله لعلاج السمنه خلاص، بس هي ليها لان هي بدون الم بدون جراحه، ما بتاخدش اكتر من دقايق، العيان بيرجع للشغل وحياته تاني يوم بدون اي تاهيل، بس هي ليها عيان معين. ايوه كنا لازم بنعرف ايه هي. ليها عيان معين خلاص، يعني مش كل عيان يعمل جرثومه يعمل بالونه المعده خلاص. احنا العيان اللي مش قادر يمشي على الحميه الغذائيه او الحميه الغذائيه مش جايبه معاه نتيجه او نظام الاكل يعني، وما عندوش وقت يعمل رياضه خلاص، ومش عارف شويه يتابع الاكل كويس، ووزنه زايد حوالي من 20 ل 25% من وزنه زي حاله المدام اللي كلمتنا. خلاص ده مناسب جدا لجرثومه بالونه المعده، لان بالونه المعده بتساعدك تخس حوالي 30 كيلو، تصل ل 30 كيلو من 25 ل 30 كيلو في 6 شهور. حلو جدا. وهي عباره عن بالونه سيليكون نوعيه معينه خلاص، هي مخصصه لان هي الجسم ما بيتفاعلش معاها. تمام. العيان بيبقى متخضر، بنديله بنج بالمنظار في دقائق، بندخل البالونه بنملاها، البالونه بتاخد حوالي 3 ارباع مساحه المعده، فبيؤدي ان المريض او شويه اللي عنده سمنه اللي عمل بلاك البالونه اول ما بياكل شويه اكل صغيرين بيشبع، بيجيله احساس الشبع. احساس الشبع بيشبع مبني في الجسم على ان جدار المعده اول ما يحصل له تمدد او ستريتش يبعت للمخ يقول انا شبعت خلاص، فخلاص على كده. يعني هي ملهاش اضرار يا دكتور؟ حتى بالونه المعده دي ملهاش اضرار؟ لا، قدام المريض اللي احنا قلنا عليه وما عندوش مشاكل في الجهاز الهضمي، واحنا قبل ما نركب بالونه بنبص على المعده نطمن ان مفيش اي التهابات او اي قرح ولا حاجه، يبقى الحمد لله اضرار مفيش خالص. جسم غريب داخل لا ممكن في اول ايام البالونه بس يبقى في احساس بالغثيان او القيء لان هو رافض الشيء اللي جوه لغايه ما بيتعود عليه، حاجه جديده بنتغلب عليها بعلاجات ليها مانع للقيء واكل معين، نظام اكل معين في اول فتره. طب دكتور هل ممكن البالونه ديت تتعمل لاطفال؟ يعني مثلا طفله حجمها زائد جدا وعندها سمنه، ممكن تتعمل ليها البالونه ولا هي مناسبه بس سن الكبار؟ بصي احنا دايما الاطفال ما بنحبش معاهم الحاجات التداخليه قوي، ايا كان البالونه رغم ان هي اقل تداخلا او ايا كان الحاجات الجراحيه. أوكي. يعني دايما الطفل بنصحه بنظام اكل معين او حميه غذائيه معينه مع شويه ممارسه الرياضه اللي هي سهله عليه، اشترك له في نادي، اشترك له في حاجه، اشترك له في ممارسه رياضه. لو لا قدر الله الموضوع ده ما جابش نتيجه معاه، ولا طبعا هنركب بالونه للطفل بس على شرط انه ما يكونش في مشاكل عنده في الجهاز الهضمي. ملهاش اي اضرار خالص يا دكتور؟ لا. اي اضرار؟ البالونه فيها ميزه، يعني لو حصل اي حاجه منها احنا في نفس يعني بنفس الوسيله بنخش في دقائق بنشوف الناس برضو بتقول انت رجعت زي ما انت. لا لا عمليه ولا جرح ولا 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 علاج لي اعراض جانبيه. خلاص يعني ما حصلش نتيجه كويسه وحصل اي مشاكل هنشيل، العيان بيرجع بعدها بدقايق زي ما كان. بس هي فعلا بالونه؟ بالونه يعني زي البلالين اللي احنا بنشوفها ديت بالونه، بس طبعا بيبقى شكلها مختلف بقى عن يعني هي دائريه كده بتخش هي بالمنظار بتبقى فاضيه خالص، وبندخلها وعن طريق واصله كده من بره لجوه بنملاها بقى مواد معينه. ايوه طبعا. تمام يا دكتور. نرجع برضو لجرثومه المعده، وحضرتك برضو كنت بتكلمنا ازاي اعرف ان انا عندي جرثومه معده؟ طيب ده من الحاجات المهمه جدا خلاص، احنا عندنا اربع طرق بنشخص بيها جرثومه المعده. من اول تحليل الدم اللي هي الاجسام المضاده اللي في الدم، ودي احنا اتكلمنا فيها ان هو في ليه ميزه ان هو ما بيتاثرش ان انا باخد علاج ولا لا، يعني الدكتور مش هيطلب مني بطل العلاج وبعد كده اعمل التحليل، لا هقول له اعمل التحليل هيعمله على طول. بس دي مفيده في التشخيص لاول مره، لكن لو كان عندي جرثومه واتعالجت مش هتفيدني في ايه؟ في المتابعه انا خفيت ولا لا. تمام. لان الاجسام المضاده ممكن تقعد انا عندي بعد ما خفيت ايجابيه شهور، عند غيري سنه، غيري تختفي بسرعه. النوع الثاني ان بنعمل اجسام مضاده في البراز، وده ميزته ان هو بيفيدنا قوي في التشخيص وفي المتابعه، لان ده لا خفيت بيختفي، ما خفيتش موجود. لكن عيبه ان هو بس بيتاثر بالعلاجات، فبنطلب من المريض ان احنا نوقف العلاجات من 10 ايام لاسبوعين، مضادات بعض المضادات الحيويه وبعض ادويه المعده قبل ما نعمل التحليل. طبعا. في تحليل ثالث اللي هو النفس، اختبار النفس خلاص، وده شبه فكره التحليل البراز ان هو برده بيتاثر بالعلاجات، فبنطلب ان نوقف قبلها، وبرده بس نتيجته اعلى شويه واحسن شويه. واخيرا المنظار، بناخد عينه من المعده وبنفحصها، بس ده لو العيان محتاج منظار، احنا ما بنحبش دايما نتداخل الا لو العيان محتاج. تمام. الحقيقه يا دكتور الكلام في الموضوع ده ما بيخلصش،
وتشرفنا طبعا بوجودك. شرف ليا. الله يخليك. وتشرف. ونتمنى نكون فدنا المشاهدين والمرضى. نتمنى حلقات مزيد ومزيد بإذن الله. ومواضيع كلها يعني شائعة. وبالتوفيق يا رب. بالتوفيق. شاكرة جدا يا دكتور. وحلقة موفقة بحضرتك بإذن الله. تسلم يا رب. الله يخليك. شكرا جزيلا.